النهارده محكمة جنايات الجيزة منعقدة بأكاديمية الشرطة، نظرت جلسات محاكمة مرسي وعشرة آخرين من قيادات جماعة الإخوان في اتهامهم بالتخابر مع قطر. والمستشار محمد شيرين فهمي قال إن المحكمة بتعمل بحقها المقرر طبقا لنص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية، وأمرت بحظر نشر المستندات والأوراق الخاصة بأحراز القضية، وخلت الجلسة جلسة سرية، وطلب القاضي من الأمن إخلاء قاعة من الصحفيين، وفضل طبعا المتهمين وهيئة دفاعهم هم المتواجدين فقط. جلسة سرية وأمر بإخلاء القاعة من جميع الموجودين بها عدا المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع فقط. عملا بحقها المقرر بالقانون وللحفاظ على سرية الجلسة في فض الأحراز، قررت محكمة جنايات القاهرة حظر النشر وإخلاء الجلسة من جميع من فيها ما عدا المتهمين ودفاعهم في قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعشرة آخرين من قيادات جماعة الإخوان، والتي أجلتها المحكمة إلى جلسة 8 مارس الجاري لاستكمال فض الأحراز بعد أن رفعت الجلسة لتناول أحد المتهمين الطعام داخل القفص باعتبار أن هذا يمثل إهانة لهيئة المحكمة أثناء انعقاد جلساتها. قضية كانت النيابة العامة قد أسندت فيها للمتهمين تهما بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. وهكذا وزع محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الحلوى على المتهمين داخل قفص الاتهام بمحكمة جنايات بورسعيد بمعهد أمناء الشرطة بترى في جلسة محاكمته هو و190 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية اقتحام قسم العرب ببورسعيد وقتل ضباطه وجنوده وتهريب المحتجزين به، والتي أجلت إلى جلسات 23، 24، 25، و25 من مارس الجاري لاستكمال مرافعات الدفاع. وهي القضية التي استهلها عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بالدفع ببطلان التحقيقات لعدم جديتها، واصفا المتهمين بأنهم كوكبة من خيرة أبناء مصر. إسراء سعد، الحياة.